السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناة معلومة مفيدة. فيديو جديد هنتكلم فيه عن مباراة برشلونة القادمة بإذن الله تعالى، والقنوات الناقلة والمواعيد بتوقيت القاهرة وجرينتش ومكة. إلى جانب، يا ريت قبل ما أبدأ الفيديو، يا ريت اللي أول مرة يشوفني أول مرة يشتر... أول مرة يسمعني يعني يشترك في القناة، ينزل يضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب عليه سبسكرايب أو اشتراك، ويا ريت المتابعين الكرام يعملوا اللايك المتين. بس قبل ما ابدا واقول موعد مباراه برشلونه القادمه، احب افكركم ان اخر مباراه برشلونه لعبتها كانت في الاسبوع ال21، كانت يوم السبت 25 يناير 2020، والمباراه ديت انتهت بهزيمه برشلونه 2-0 من فالنسيا. طيب، وترتيب برشلونه الحالي هي المركز الثاني في الدوري الاسباني في ترتيب فرق الدوري الاسباني ب 43 نقطة بعد ريال مدريد صاحب 46 نقطة. عايزين نعرف بقى موعد مباراة برشلونة القادم هيبقى امتى؟ تعالوا نشوف مع بعض. مباراة برشلونة القادمة هتكون يوم الخميس 30 يناير 2020 في اطار كأس ملك اسبانيا دور ال16، بعد ما القرعة طلعت امام برشلونة ديبورتيفو ليجانيز. المباراة هتكون ميعادها الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 6 مساء بتوقيت جرينتش في إطار كأس ملك أسبانيا دور ال16. المباراة هتتذاع على القنوات الرياضية السعودية، ولكن لم تحدد حتى الآن قناة الرياضية السعودية 1 ولا الرياضية السعودية 2، سيتم إبلاغكم في هذا الوقت بإذن الله تعالى. شكرا لكم على حسن الاستماع، كان معكم محمد نور الدين من قناة معلومة مفيدة، نقلنا لكم موعد والقناة الناقلة لمباراة برشلونة القادمة أمام ديبورتيفو ليجانيز في دور ال16 في كأس ملك أسبانيا. لو عجبك الفيديو يا ريت تنزل تشترك في القناة، اضغط الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك أو سبسكرايب واللايك المتين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.